مالك يا اخوي؟ مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ انا غلطت غلطه كبيره يا حنان. يا ساتر يا رب. غلطه خير؟ غلطه ايه؟ قول فضفض. مش عارف اقول لك يا حنان، كل ما افكر ايه اول غلطه انا غلطتها وصلتنا للحاله دي، اكتشف ان انا غلطت غلطه قبليها، اقول هي دي، الاقيني غلطت غلطه اوسخ منها قبلها. انا حاسس ان حياتي كلها غلطات اوسخ من بعضها، وانت وريم بتدفعوا ثمن غباوتي. غباوتي؟ ما تقولش كده فشر. عارف ايه الغلطة الكبيرة اللي انت عملتها؟ رحيم. متزعليش من زهير يا بنتي، هي كده طبعها حامي شوية بس طيبة قوي من جواها. حتى اسألي رنيم، مش كده رنيم؟ لا دي مش طيبة خالص، دي مفترية. أكذب يعني؟ مش هي بتقولي كده على مامتك؟ انت عارف أنا كل ما أشوفها بقول ازاي ممكن تتجوز واحدة زي دي وتسيب ماما؟ عشان انت شايفاها أمي كده ليها، أمك وبس، لكن أنا شايفها زوجة، زوجة ما تعرفش جوزها بيحب إيه ويكره إيه، حاسة طول الوقت إنها أحسن من جوزها عشان خريجة مدارس فرنساوي، زوجة حاسة إن جوازي منها شرف في حد ذاته. يا بنتي دي ما كانش عاجبها طريقة أكلي ولا شربي ولا ولا ولا. بص يا بنتي، سيبك من اللي فات واعتبريه مات، وما تصحيش جراح واحد، حاول يعمل كل ده عشان ينساه. حامد يا حامد. أنا أول ما اتجوزت سهير كنت مستصعب طبعها شوية، وبعدين لما عرفت إن ورا طبعها ده قلب طيب بقيت أفوت. أحسن حاجة يا بنتي في الدنيا دي التفويت. ريحي دماغك منها وعيش المستقبل اللي بدعي لك يعدي على خير وربنا يظهر لك براءتك. انا فوت وهعيش اهو. يا حامد انت فين؟ الله. حاضر حاضر جاي. الله عمرك يعني ما حكيت لي على اختك عزة الله يرحمه ولا على اللي حصل له؟ واحكي لك ليه؟ والموضوع يخصك؟ ازاي يعني؟ اللي يخصك يا حبيبي يخصني. وده من امتى بقى الكلام الحلو ده؟ ولا لما لقيتينا رايحين القصر وحضرتك هتبقي هانم، فبقى الموضوع اللي يخصني يخصك. ومن يومين بالظبط كنت عماله تقولي لي انت السبب في الخطف، انت السبب في بهدلتنا. ها؟ اسلكي لك يا بسمة. يا حبيبي خلاص، ربنا عوضني ببيت حلو ولمة وعيلة، والأهم من ده كله أنت يا حبيبي وجودك معايا. وده من إمتى الكلام الحموسي ده؟ من ساعة بقى بينا ده. آه، وجوازنا بقى رسمي كمان. لا بقول لك ايه، ما بتفكرش تروح مصحه؟ قول لرحيم ده في الاول وفي الاخر اخوك يعني، وهمه مصلحتك، واكيد يعني هيدخلك مصحه تتعالج
تخرج لنا كده منها زي الفل ورادد وبصحتك. انت اتهبلت يا بت؟ صحتي ايه؟ يا حبيبي اسمعني، انا خايفه عليك، ده عشان مصلحتك وعشان خاطر مصلحه ابننا. انت متخيله ان ممكن حد يدخلني مصحه غصب عني؟ يا حبيبي خلاص خش برضاك. بسمة فكك مني، ها انا على اخري. طب اسمعني، انا غرضي مصلحتنا كلنا، اخوك خلاص واقف على رجليه ولازم أن تكون بصحتك وعافيتك لما يعوزك. ولا انت عايزه يكبر لوحده وانت تفضل قاعد كده على طول؟ قلب الكلمتين في دماغك وعقلك في راسك تعرف خلاصك. ما كفايه تدخين بقى، انا مش فاهمه ازاي لحد دلوقتي ما بيمنعوش الحاجات دي. ايه ومش انت بتدخني برضو؟ لا ما انت عارف انا قلت الغربه غيرتك وخليتك تدخني. هي فعلا الغربه غيرت فيها حاجات كتير، بس مش لدرجه اني ادخن. احسن برضو، اصل التدخين بيأسف العمر. زياد قال لك على اللي انا عايزاه؟ زياد ما بيخبيش عني حاجه، بس انا الصراحه مستغرب. ليه يعني؟ مش احنا كنا نسينا الموضوع ده خلاص؟ انت ليه عايزه تكرري اللي حصل زمان؟ زمان كنت عيله صغيره، كنت بخاف منك. ايام لما زكريا وعزه توفوا الله يرحمهم كنت عايزه زياد يجي يعيش معايا، بس للاسف كانت ظروفي ما تسمحش. انما دلوقتي الوضع اتغير، الدنيا بقت احسن وانا بقيت احسن كتير. فقلت تيجي تقرفيني تاني مش كده؟ هروح الحمام واجي على طول. استنى، احنا خلصنا ومشينا. خلصنا يعني ايه؟ رحيم، انا عارفه كويس الظروف اللي انت بتمر بيها اليومين دول، وعشان كده شايفه ان من مصلحه زياد انه يسافر معايا بره. صدقني هيلاقي تعليم احسن، هيتعرف على ناس تانيه، ناس يشوف معاها حياه مختلفه عن الحياه اللي شافها معاكم ولسه هيشوفها. حياتي بقى ان شاء الله. هو انت ليه مصر ان هو يتربى وسط المجرمين والحراميه؟ عايزه يبقى دراعك اليمين مثلا بدل اخوك الفاشل اللي مش نافع حتى في البلطجه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. زياد مش هيسافر معاكي ولا مع أي حد تاني، والكلام خلص خلاص في الموضوع ده. كل كلمة قالها دلوقتي بتأكد إن كلامي صح. أنا مش فاهمة إزاي واحد في سنك لحد دلوقتي مش قادر ياخد قرار بنفسه. إيه؟ مستني خالك هو اللي ياخد لك القرار؟ أمال أنت فين؟ فين شخصيتك؟ رأيك إيه؟ لا هو بس اتكسف يقول لك عشان مش عايز يحرجك، بمعنى تاني مش عايز يكبسك ويحرق دمك. اللي زيك دلوقتي في ألمانيا أول ما بيخشوا الجامعة بيعتمدوا على نفسهم، بس أنا مش هاجي عليك. في الآخر أنت متربي وسط الناس دي. لم لسانك لكسر عضلك. أنا ما غلطتش، أنا قلت الناس دي اللي على راسه بطحة. على العموم لسه عندك وقت تفكر، بس يا ريت تفكر لوحدك. مش خارج من السجن عشان انت تسافر، انا خارج من السجن عشان نتلم كلنا مع بعض. انا ما قلتش ان انا مسافر على فكره. زياد لازم تعرف انك انت ابني اللي ما خلفتوش، فاهم؟ ربنا يخليك. مبروك عليك رجوعك لبيتك يا رحيم يا ابني. الحمد لله يا حاج، انت دعيت لي وربنا استجاب لدعائك. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. ولا يا شيخ، انتوا كنتوا عايشين في القصر ده؟ اه يا اختي. حلاوه العين. احنا المفروض بقى نعيش معاكوا هنا؟ تخيلي حظك بقى يا بنت الم... لا اشتم براحتك واشتمنا انا كمان، طالما هتعيشنا في القبهه دي اديها بالشبشب على وشها. مين ده اللي يديني بالشبشب؟ اختي عادي، شكلك هتشتمي كتير اول فتره الجايه. اختي غوري شتم وماله؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ الف حمد لله على السلامه يا حاج، نورت بيتك. الله يسلمك يا رحيم يا ابني.
يا الواحد حاسس ان روحه ردت من تاني لما رجع البيت. الحمد لله. ازيك يا حاج؟ الحمد لله. ازيك يا رحيم؟ نورتوا بيتكم. ازيك انت يا بنتي؟ ازيك يا رحاب؟ الحمد لله. هشام طلع لي الشنط دي بره. ايه الشنط دي؟ دي شنطي انا وسيد. مش انت خدت منه القصر والمركب بالعافيه؟ قلت اثر عليك المسافات وامشي بكرامتي قبل ما تطردنا من هنا. سيد اللي قالك كده؟ والله اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. انت بيتعاميتي يا رحاب. مش رحيم اللي يطرد اخته من بيته، رغم انه عارف انها متجوزه واحد ممشيها وراه وبيتمنى موته في كل لحظه. طب وعزه جلاله الله سيد طيب؟ والله ما حد طيب واهبل كمان الا انت. والله العظيم طيب يا رحيم، انت بس اللي مش فاهم. لا فاهم. فاهم انه خلاكي تطردي ابوكي من البيت. وفاهم كمان اللي حصل في بولاق. بس معلش، ده لا هو وقت لوم ولا عتاب. البيت ده هيفضل زي زمان. مفيش حاجة هتتغير. اللي بينك وبين سيد ممكن ينتهي بورق الطلاق. لكن اللي بيني وبينك دم. فاهمة يعني ايه دم يا رحاب؟ بسمة. نعم أمرني. ساعد رحاب تطلع الشنط فوق. عينيا حاضر. يلا انت لسه هتبصي. يلا. على فكرة سيد ساب أوضتك مقفولة طول السنين دي، ما كانش بيدخل الأوضة دي، كان بيدخل أي أوضة في القصر إلا الأوضة دي. سيبيني لوحدي يا رحاب. حاضر يا أخويا، بس أنا عايزة أقول لك على حاجة. أنا آسفة يا رحيم، كان غصب عني. لو كان بقصد ما كنتش خليتك تقعدي هنا دقيقة واحدة. بس أنا عارفك من جوه يا رحاب، أنت طيبة وقلبك أبيض، وبس سيد جوزك الزبالة زيادة عن اللزوم. والله العظيم يا رحيم، والله صدقني سيد غلبان وطيب. ما تدافعيش، روحي لابوكي بوسي ايديه ودماغه خليه يرضى عنك. ابوكي لو ما حسش بحنانك دلوقتي يا رحاب هتندمي على كل دقيقه ضيعتيها وانتي مش تحت رجليه. يلا.
رجاله غربلوا البلد كلها يا ريس، مفيش خن الا ودوروا فيه. العربيه دي راكنه بقالها يومين، انا شاكك فيها بصراحه، لان المفتاح ده النهارده جالي في ظرف. اه طب جرب افتحها كده. حالا. فتحت يا ريس. اه طب خلي الرجاله يفتشوها، افتح لي انت الشنطه. فتش يا ابني انت وهو من جوه، فتش كويس.